كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في أحد الإخوة قال إنه سمع إلى أحد الناس يقول عند الآية الكريمة كما جاء في سورة طه: إن هذان لساحران. هذه قراءة أظن حفص. وفي قراءة أيضا: إن هذان لساحران. طبعا زعم من زعم بأن هذه الرواية هي مختلقة وأنها من خطأ من كتبوا القرآن الكريم. أولا توجيه القراءة الثانية، ومن ثم ما رأيكم بهذا القول الذي يفتري فيه المفترون على الكتاب الذين اؤتمنوا على كتابة كتاب الله؟ أولا القراءتان متواترتان. إن هذان وإن هذان. نعم. القراءتان متواترتان. هذا ما في شك. والنص الذي نقل غير صحيح. هذا موضوع هذا كما نص عليه المحققون. موضوع هذا. تبقى التوجيه النحوي، يعني هي عندنا حقيقة أما إن هذان لساحران لا تحتاج إلى توجيه لأنها واضحة. بمعنى ما هو؟ لا لا، أيضا بمعنى إن، لكن مخففة. إن مخففة. نعم مخففة. وجاءت اللام الفارقة فهو مرفوع. إذا تأتي هي ما بمعنى ما إذا جاء بعدها النفي. نعم نعم. إذن هذه يعني ما في، ليس فيها، لا تحتاج، لأن هذه وفق القاعدة التي يدرسها الطلبة في يعني في أوائل العلم. نعم. مدارج العلم، وهي أن إذا خففت يؤتى بلام الفارقة فارقة بينها وبين النافية. صحيح. فإذن ما فيها إشكال، هاي تهينا. ما بعدها مرفوع. أما إن تبقى إن، هنالك عدة توجيهات لإن هذان لساحران. يعني هو الذي يتبادل أن يقول إن هذين. نعم نعم. هناك عدة توجيهات. واضح. التوجيه من التوجيهات أن هذه على لغة من يجعل المثنى بالألف، وهذه اللغة معروفة فيها أشعار وفيها عندنا اللغة تجعل المثنى بالألف وتجعل أبو وأخو وحمو أيضا بالألف دائما، إن أباها وأبا أباها أعرف منها الجيد والعينانة قد بلغ من المجد غايتها. نعم. فهي إذن هذه لغة موجودة مدونة، هذه تخريج. واضح. التخريج الثاني أنه داخل على ضمير الشأن مقدر، وهي أيضا موجود، ومنه الحديث في البخاري: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أي إنه. وأيضا موجود عندنا شواهد كثيرة أنه إن تدخل على ضمير الشأن ويحذف ضمير الشأن ويأتي ما بعدها مرفوع. جميل. فإذا هي أيضا جارية وفق القاعدة المعروفة أنه دخلت على ضمير الشأن، ضمير الشأن محذوف والباقي مرفوع قطعا، لا يصح أصلا أن يكون غير ذلك. واضح. هذا الأمر. والأمر الآخر أن تكون بمعنى نعم من حرف الجواب. نعم. بمعنى نعم. نعم هذان. نعم نعم. جميل. أيضا يعني في الحالة، وإحنا عدنا أيضا عدنا أمثلة لورود إن بمعنى نعم. واضح. موجودة أمثلة عدنا. نعم. نعم هذان. فأيضا على هذا أيضا تخريج طبيعي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.